السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم رح نبدأ بـ Chapter 3 from Software Documentation. Chapter 3 بحكي عن Writing to Guides. هنحكي إنه هو Second Type of Software Documentation اللي رح نحكي فيه عن الـ Procedure. طبعاً إحنا in the previous chapter حكينا عن Tutorial. حكينا Tutorial هو أول نوع من أنواع الدوكيومنتيشن إحنا بنقدمها لليوزر. حكينا من ميزات التوتوريال إنه هي تقدم للناس اللي يعتبروا نوفيس يوزر. حكينا إحنا بنركز على البيسك فيتشرز أونلي، ما بنحاول نتعمق أو ندخل بأشياء أدفانسد أو خلينا نحكي مور ديتيل. بيهمنا إنه اليوزر بتعلم الأشياء البيسك، ما بيهمنا إنه يكون بروفيشنال ولا يوصل لدرجة الإكسبرت إلى آخره. هلا بعد ما بيكون اليوزر تعلم في مرحلة التوتوريال، بيكون هلا بحاجة لليفل آخر من الانفورميشن إذا هو بده يتعمق أكثر في هذا السوفتوير اللي إحنا بنسميه البروسيجر، أو ممكن نحكي عنه ستيب باي ستيب، أو بنحكي عنه هاو تو. طبعا البروسيجر هو أهم نوع من أنواع الدوكيومنتيشن، لأنه هو أكثر نوع إحنا فعلياً بنكتب فيه أو بنتعب فيه وبنحاول نعطي المعلومات، لأنه هو خلينا نحكي المرحلة المفصلية أو اللي جاية في النص ما بين إني أنا كيف أنقل اليوزر من مرحلة إنه نوفيس لمرحلة إنه إكسبرت. فهو لابد إنه يمر في المرحلة الوسطى اللي هي مرحلة البروسيجر. في مرحلة البروسيجر طبعاً إحنا بنقدمه لليوزر اللي إحنا بنعتبره إنترميديت يوزر. الإنترميديت يوزر معناه هو يوزر اللي know a little about the software لكن ما بيكون expert، يعني هو بحاجة انه ياخد more detail. في هاي الحالة احنا بنسمي procedure writing to guide. ليش guide؟ لانه اليوزر already بيعرف software، بيعرف الاشياء الاساسية فيه البيسك فيه، لكن هون هو بحاجة انه حدا يوجهه بيعطيه more information. طبعا في procedure احنا نسميه writing to guide، بنسمي احنا البروسيجر ستيب باي ستيب. اوكي، ليه ستيب باي ستيب؟ لانه احنا بنعطي انستراكشنز، بنحاول انه نركز على الديتيل. او بنسميها جايدنس انفورميشن. ليه جايدنس انفورميشن؟ لانه حكينا هو نوع من انواع اللي هي تعتبر رايتنج تو جايد. مثل ما حكيت قبل شوي انه البروسيجر يعتبر ذا هارت اوف اول تاسك اورينتد دوكيومنتيشن سيستم. ايش يعني؟ معناه فعليا دائما لما انت عم تعمل سيرش على انفورميشن معين عن اي سوفتوير، عادة رح تلاقي انه الانفورميشن اللي بتكون مكثفة وفيها مور ديتيلز وفيها تفاصيل وفيها انه everything رح تلقاه فيها، هي رح يكون نوع البروسيجر، لانه فعليا احنا بنحط everything. طبعا في البروسيجر احنا بنعمل step to step او step by step، احنا هيك بنحكي عنه، لانه احنا بنحاول نركز على كل ستيب وبنعطي كل الانفورميشن في هاي الستيب. طيب ممكن حدا بيسال انه ايش يعني جايدنس؟ طبعا جايدنس معناه انه انا راح اعطيك everything، لكن انه انا عم بوجهك توجيه، بحيث انه انا بحاول اعطيك everything في بخلي الكنترول عندك، انه انت بتتحكم بالانفورميشن اللي انت بدك اياها. بمعنى اخر انا راح احط لك كل شيء، لكن هلا طبيعه الانفورميشن انت رح تقراها رح تعتمد، يعني هي حتكون اعتمادا عليك، انه هل انا بدي اعمل مثلا بدي اقرا هاي الانفورميشن او لا، بيهمني اني اعرف هاي الانفورميشن او لا. هلا الانفورميشن البيسكس او الاساسيه اوكي حتكون موجوده، لكن رح يكون في اكسترا انفورميشن. اكزامبل على هاي الانفورميشن مثلا انه هاو تو دو ات ببساطه اللي هي الستبس بيكونوا مرقمين. هلا ممكن انا باجي بحكي لك هاو ات وركس مثلا، على سبيل المثال انه انت لما بتعمل كليك على هاي البتون رح يعمل كذا كذا كذا، فانا بصير بحكي لك انه هي كيف حتشتغل. ممكن اجي احكي لك انه ليه اعطتني هاي الريزلت، ليه اعطتني هاي السكرين، ليه اعطتني هاي ايرور، بصير عم بعطيك اكسبلانيشن. ممكن اعطيك خلينا نحكي اعطي اليوزر اوبشنز في انه كيف بعمل هاي الشغله باكثر من طريقه. ممكن اعطيه تريكس انه مثلا على سبيل المثال إذا بدأ حاب تعملها في طريقة إنه بتكون أفضل، بتكون بتعمل هاي الشغلة مثلا لو بتدمجها مع كذا ممكن تعطينا إشي مثلا مختلف وهكذا.
بالمحصلة أنا بدي أعطي اليوزر كل الانفورميشن بحيث إنها تكون فعلياً بيهمني في النهاية اليوزر بيكون إيش ماله، بيكون إفيشنت وإفكتيف في مجال شغله. وحكينا أصلاً هذا عبارة عن المين جول للتاسك أورينتيشن إن جنرال، لكن إحنا هون في البروسيجر بنركز عليه تركيز كامل تماماً. هلا مثل ما حكينا البروسيجر هو ستيب باي ستيب او الهاو تو، ببساطه انه انا عم بعطيك الستيبس اوكي، وكيف انه انت ممكن بتعمل هاي الستيبس بطريقه معينه، يسمى مثل ما حكينا هاو تو او ستيب باي ستيب. طبعا الهدف الاساسي انه انا بعمل ماكسمايز قدر الامكان للافيشنسي والافكتيفنس في مجال العمل، فبالتالي حتى انا احقق هذا الجول احققه بطريقه معينه انا المفروض اني انا ازودك بهاي الاليمنتس. الاليمنتس انه انا مثلا بعطي انترودكشن باراجراف، بعطي سكرين شوتس لكل شيء، بعطي تيبز، بعطي تيبلز، بعطي ديفينيشن، بعطي كونكلوجن، بعطي كويزز، بعطي اساينمنتس، بعطي مور الابوريشنز والى اخره. طبعا هاي البارتس اوف بروسيجر راح نتعرف عليها ان شاء الله كامله، بحيث انه بنعرف كل شغله عن ايش فعليا اوريدي عم تحكي. هلا هذا عبارة عن اكزامبل على effective procedure. هذا البروسيجر اخذ جائزة او مركز اول، كان يعتبر الـ يعني نمبر 1. طبعا هو قديم شوي ولكن خلينا نحكي بضل كاكزامبل، هو is a very good example. هلا هون عنا ببساطة، هون عنا عندي انا التاسك نيم، خليني اغير اللون البن. هون عندي انا التاسك نيم. هلا التاسك نيم احنا اوريدي حكينا عنها لما حكينا عن التاسك في التاسك اورينتيشن، كيف نكتب التاسك ديسكريبشن، وحكينا عنها اوريدي في التوتوريال كمان انه انا بدي احاول قدر الامكان يكون النيم تاسك اورينتد. وحكينا ايش يعني تاسك اورينتد، انه مش بروجرام اورينتد، بحيث انه انا بركز على المين فانكشناليتي او المين اوبجكتيفز، ودائما ما بيكون الاسم التاسك عباره عن كوماند فيرب، بيكون ببساطه هو عباره عن ing or how to. هلا البارت الاخر وكمان هذا نفس البارت موجود في التوتوريال اللي هو الانترودكشن. هون بدنا نحاول نكتب a small introduction paragraph. في الانترودكشن paragraph واي ثينك اني شرحتها حتى in the lecture، انه بنركز هون على الobjectives، وحكينا بشابتر التوتوريال الobjectives لهذا اللسون احنا فعليا تكتب as a skills، بتكون في النهاية عبارة عن skill. واذا بتتذكروا حكينا انه انا بتطلع من البداية انه اليوزر بهذا الدوكيومنتيشن شو السكيلز اللي راح يتعلمها، بمسك كل سكيل، بعدين هاي السكيل، شو اللسونز اللي راح تدعم هاي السكيلز، فهي تكتب انه السكيلز as objectives. طبعا هون انه احنا بدنا نحاول نكتب بطريقة الانترودكشن بطريقة انه احنا اللي هي بنركز على انه for example why I need this lesson او why I need to learn this task، بدي اجاوب على هاي الاسئلة. طبعا هاي الاسئلة هي تكتب as objective، تكون عبارة عن skills، بالاضافة انه انا ممكن اكتب عن ال background information. ال background information انه هي انا ممكن انوه لمعلومات for example معينة ضروري اليوزر يعرفها. For example انا بدي احكي له عن use case، فممكن انا باجي بحكي عن include و extend وبحط link، بحيث انه اذا هو ما كان بعرف عن هاي الانفورميشن بروح بتعمق اكثر. هذا اول part اللي هو الانترودكشن. طبعا الانترودكشن لها طريقة لكتابتها، اهم نقطة انه هي بتكون عبارة عن objective، وهاي الobjectives تكتب as a skills، واحنا بهمني انه اليوزر بيعرف انه ليش بده يحتاج لهذا اللسون، يعني يعرف شو المين goals، او انه انا بوجهه كيف بده يعمل solve لproblems معينة من خلال هذا اللسون. تمام، هاي اول شغله. وبنركز على طريقه الكتابه انه بيكون فيها pronoun والى اخره. هلا البوينت الثانيه بتبلش احنا في الستبس. الستبس ترقم، وهاي اي ثينك حكيناها كمان، ما بتختلف عن التوتوريال ولا عن التاسك ديسكريبشن، بنحاول نرقم الستبس. طريقه الستبس اي ثينك نفسها اللي انا شرحتها في التاسك ديسكريبشن، انه انا بذكر التول وبذكر من وين راح اجيب هاي الكوماند وليه بدي هاي الكوماند، وبعدها بركز على السكرين. السكرين لها استخدامات كثير، ممكن انه انا بركز على الريزلت، او بركز انه من وين انت راح تجيب هذا مثلا هذا الكوماند فور اكزامبل، او وورنينج او ايرور الى اخره. هلا احيانا وهذا اللي بيميز البروسيجر عن
الأنواع الأخرى، إنه أنا هون عم بركز على الإلابوريشن. هلأ هون الإلابوريشنز إليمنت زي مثلا تيب، هون في التيب إنه أنا عم بعطيه خنحكي طرق أخرى إنه how to use the program بشكل efficient أكثر. ممكن يكون أنا هون عندي for example في concepts هون ظهر، أنا مش متأكد إن اليوزر بيعرف أو لا، فبعمل له بوكس صغير كإلابوريشن definition، باجي بحكي له عن definitions معين. هلأ هون التابل أحياناً أو options، ممكن إنه أنا بكتبها as options وبعملها ببولت، أو بيكون في عندي تابل بحيث إنه بيعطي many options لليوزر لأنها بتنظم الشغل بشكل أكبر. هلأ إذا في result معينة طلعت مع اليوزر، أنا المفروض أعمل له elaboration. شو يعني elaboration؟ يعني أنا ببين له إنه why this result happened، يعني ليه صارت في هاي الطريقة، طب ليه تطلع لك هاي result، ليش مثلاً أنا كتبت له for loop، بدي أبين له طب أوكي ليه الفور لوب هاي مثلا كانت إنفينيت أو ما دخلت على اللوب أو إلى آخره. فأنا هون بدي أعطيه خنحكي إنه الإكسبلانيشن إنه ليه هاي الريزلت طلعت معي. أوكي هاي إن جنرال خنحكي هاي المين بارت لأي إفكتيف أو إفيشنس بروسيجر بتكون بهاي الطريقة. طبعا هلأ رح ناخذ مجموعة من الجايد لاينز وبعدها بناخذ شو المين بارت اللي إحنا لازم نضمنهم في البروسيجر إن جنرال. أول guideline يعني مجموعة من guideline، ورح نلاحظ إنه هلأ guideline هون شبيهة جدا في guideline اللي مرت معنا في التوتوريال، والguidelines نفسهم اللي مروا معنا في ال chapter 1 في task orientation، ولكن إنه في خلينا نحكي في specifications معينة. أول guideline هي relate the task to the meaningful workplace activity. إيش يعني؟ يعني أنا دائما أي lesson أو تاسك أنا بدي أشرحها الوضع الطبيعي عشان بتكون هي عبارة عن تاسك تعتبر تابعة لهذا السوفتوير، المفروض إنه هي بتكون إلها معنى في الورك بليس أكتيفيتي. بمعنى آخر هلأ أنا على سبيل المثال بدي أعمل توتوريال عن اليو أم إل أو استخدام برنامج الريشنال روز لطلاب السوفتوير إنجينيرينج. نفترض إنه أنا بدي أشرح deployments diagram، نفترض انه deployments diagram already ما بتغطى في هذا الكورس، فانا هون خلينا نحكي انه التاسك تاعتي ملهاش اي معنى بالنسبة للwork place activity، فبالتالي هي useless. هاي نقطة. البوينت الثانية انه انا اي تاسك لازم اني انا اعملها المفروض انها بتيجي من وين، from its application to work. يعني بمعنى اخر انه لما انا اعمل اليوزر اناليسز بعرف انه هاي اللسون مهمة لليوزر، هو اوريدي رح يستخدمها، ما مش انه العكس انا بمسك السوفتوير وبصير بطلع تاسكز منه، لا انا بيهمني انه هل هاي التاسك فعلا مهمة لليوزر او لا، هل اليوزر يحتاجها، هل هي ضرورية، بدي اشوف قديش انه هي is very important لإله. تمام، هاي اول نقطة. واحنا بنعرف والليفلز هذول اللي احنا حكينا عنهم في chapter 1 الاكتيفيتي والاكشن والاوبريشن، حكينا الاكتيفيتي مثلا زي انه تعلم السوفتوير كامل، الاكشن اللي هي زي الكومبلكس تاسك، والاوبريشن اللي هي السيمبل تاسك زي الاوفن والسيف والى اخره. فاحنا دائما الجول تاعنا انه بيكون احنا بنكتب ضمن لارج اكتيفيتي، يعني انا في النهايه بدي اركز على هاي الاكتيفيتي، هل الاكشن اللي انا حطيته او اللسون هل بيحقق الاكتيفيتي اللي انا اوريدي عم بدور عليها او لا. اوكي، فدائما انا بدي اربط كل هاي الامور ببعضها بطريقه او باخرى. طبعا دائما حتى بيكون البروسيجر فعلا افيشنت احنا بنركز على هاي الجايد لاين بشكل كثير كبير، بحيث انه فعليا اللسون انا لما حطيته او التاسك انا لما حطيتها اجت من فعلا from الورك بليس اكتيفيتي. يعني هون اكزامبل على سبيل المثال بحكي لنا مثلا خلينا نحكي نفترض في الباوربوينت انا ما اجي احكي اد كيوب. هلأ هون أوكي يعني أنا ما بيكون هدفي إنه أنا أتعلم مثلا على سبيل المثال add a queue، لكن أنا الهدف المين idea إنه how to create a multimedia presentation. هلأ على سبيل المثال وأنا عم بسجل هاي المحاضرة على برنامج اسمه Office Max، هلأ أنا ما مش هدفي إنه أنا أتعلم how to make a slide recording using the Office Max. أنا الهدف الأساسي إنه how to make a slide recording بحيث إنه يكون هنحكي انه very clear للطلاب او كثير ممتاز او understandable للطلاب. ففي عندي دائما main goal، يعني احنا لاحظوا دائما نركز على functionality النهائية او main objectives النهائية، لكن ما بنركز على التاسك نفسها او الكوماند نفسها بحد ذاتها. اوكي،
طبعا هون احنا اي لسون بناخذها من الورك بليس اكتيفيتي حتى انه انا بقدر اشرحها بطريقه جدا ممتازه، انا بدي اعمل فوكسنج على اكثر من نقطه. اول بوينت الريسورسز، ايش معنى الريسورسز؟ الريسورسز انه حتى انا بعمل هاي التاسك او هذا اللسون اليوزر بيعمله بشكل جدا ممتاز، شو هي التول اللي ممكن انه بيحتاجها تو كومبليت ذس تاسك بشكل افيشنت، تمام؟ يعني ايش ممكن انه عشان بعمل هاي التاسك ممكن بحاجه لأدر سوفت وير، ممكن بحاجه انه يكون سوفت وير اخر مثلا او لتولز او لشغله معينه. Why do I need this procedure or why do I need this task؟ طبعا انا هاي الاجابه why هي راح تكون في النهايه بتساعدني في كتابه ايش؟ في كتابه الانترودكشن ببساطه، تمام؟ هلا بالنسبه للاكشن انه هي المقصود فيها الستبس، شو الستبس او شو الاشياء اللي ممكن تعمل سبورت لهي التاسك. بدي دائما يكون عندي كمان الديوريشنز انه تقريبا عندي هيك خلينا نحكي استيميتد تايم، انه كم التايم اللي المفروض ياخده من اليوزر، وهاي بتساعدنا بموضوع التستنج لانه احنا في التستنج بيكون في استيميتد تايم لكل لسون احنا بناخده از افريج يعني. لكن هون انا مثلا بنظرتي العامه بحسب خبرتي لما انا بكتب دوكيومنتيشن بحكي انه اوكي هذا اللسون مفروض اليوزر لما بتعلمه بياخذ منه 5 minutes، بياخذ منه 10 minutes وهكذا. هلا الكوميونتي، الكوميونتي هون المقصود فيها انه شو هي الانفورميشن اللي اليوزر ممكن بيحتاجها حتى انه بيكون فعلا افيشنت في هذا في هاي اللسون. وهاي خلينا نحكي شبيهه في الدومين نولج او الباك جراوند انفورميشن، يعني زي ما حكينا قبل شوي انا بدي اتعلم كيف اعمل يوز كيس، اذا انا لازم اعرف شو يعني جنراليزيشن، شو يعني اكتر، شو يعني انكلود، شو يعني اكستند اند سو اون. واخر بوينت ايرور ريكفري، ايرور ريكفري المقصود فيها انه بدي اطلع على هذا اللسون بصير بسال حالي اوكي طب اليوزر شو الاخطاء اللي ممكن يقع فيها اليوزر هو فعليا عم بيشتغل على هذا اللسون، ممكن يعمل كذا، ممكن يعمل ديليت بالغلط، ممكن بطفي الجهاز، ممكن يعمل ريستارت، ممكن الى اخره. فانا بدي اشوف بحيث انه في كل بوينت هو اليوزر ممكن بخطئ فيها او بصير في عنده ايرور، كيف ممكن انه بيتجنب to get out of this problem or of this mistake. ليه بنركز على هاي؟ لانه احنا هاي رح نحطهم في بوكسز على جنب بتكون انه زي ايرور، يعني زي مثلا نتذكر مثلا كتب البروغرامينج زي سي شارب، سي بلس، بايثون الى اخره، دائما في هاي الكتب بيكون دائما في بوكسز لما بشرح لك موضوع الفور او موضوع الكونديشنز او الكلاسز الى اخره، بيكون عاده في عندنا بوكس، هذا البوكس مثلا بيكون فيه سنتاكس ايرور، لوجيك ايرور، وورنينج، وكيف انه انت ممكن تتجنب هاي البروبلم. مثلا في الاوراكل دائما كان بكل موضوع بيجي بشرح لك عن بتكون ايرور مثلا حتى هم الترميز تاعهم او ار اي اي ثينك انه لساته زي ما هو اللي هي، وبيكون في كل لا ايرور كل واحد له رقم وكيف انه انا ممكن اني اتجنب هذا الايرور بطريقه او باخرى. فكل هاي الاشياء انا قبل ما اشرح اي لسونز انا بهمني اني اعرفها. ليه؟ لانه كل هاي الامور حتساعدني طبعا بالاضافه لاكسترا انفورميشن ثانيه، لكن هاي الامور مبدئيا هي من اهم الامور اللي ممكن تساعدني في كتابه هذا اللسونز از ا بروسيجر. اوكي نمبر 2، نمبر 2 بيجي بحكي لنا عن ديتيرمين هاو ماتش انفورميشن يور يوزر نيد. هلا حكينا واي ثينك حكيت عنها كمان في التاسك اورينتيشن انه انا مش كل اليوزرز بيحتاجوا للمعلومات بتفاصيلها بنفس بنفس خلينا نحكي الكم. في يوزرز بيكون بده مور انفورميشن وفي يوزرز ممكن بيكون بده ليس انفورميشن. هلا اول نقطه، في عندي نوعين من انواع البروسيجر اعتمادا على انه قديش فيهم ديتيلز. في عندي الريتش للبروسيجر، ومن اسمه ريتش جاي من شيء غني يعني مليان اشياء. Richly هو عبارة عن إنه أنا بعطي فيه a greater amount of information، يكون فيها visuals، ممكن يكون فيها sounds، animations، pictures، screens، more information. فأنا هون بدي أحاول اليوزر بيكون عنده كم هائل جدا من الانفورميشن، فأنا بحاول أغطي له قدر الإمكان. هلا النوع الثاني اللي هو السبارس، السبارس من اسمه سبارس يعني اشي هيك زي از مينيمم، ليس ديتيل، ليس ديتيل يعني ما فيهوش انفورميشن كثير. هذا بيكون انه انا بهمني اني بركز على الستبس مع بعض الاكسترا انفورميشن ولكن بشكل مبسط جدا او مختصر جدا. طيب هلا ممكن كويستشنز حدا بيسال، طيب انا كيف ممكن اعرف
انه اليوزر بده ريتشلي او سبارس. طبعا هذا بيعتمد على اكثر من بوينت. البوينت الاولى انت اوريدي بدك تعمل يوزر اناليسيس. بما انه احنا بدنا نعمل يوزر اناليسيس فانا راح اعرف من خلال اليوزر اناليسيس انه اليوزر فعليا شو بيفضل، هل بيفضل الريتشلي او سبارس. البوينت الثانيه الديفيكولتي اوف ذا تاسك، كل ما كانت التاسك اصعب والسوفت وير مور كومبلكس بيكون فعليا بحاجه لمور ديتيل، لانه راح يصير في صعوبه على اليوزر انه بيضل مركز انه كيف بده يعمل هاي التاسك، بتصير بدها ديتيلز اكثر. فتعتمد على تو بوينت زي ما حكينا، على الديفيكولتي اوف ذا تاسك بالاضافه على اليوزر اناليسيس انه طبيعه اليوزر ايش بفضله. هلا فعليا في كثير طرق احنا ممكن نستخدمها، بحيث انه انا بعمل وان بروسيجر، وهذا البروسيجر بيكون فيه فنحكي بخدم الريتشلي وبخدم السبارس. يعني اذا انا بدي مور انفورميشن اوكي هي الريتشلي موجود، بدي سبارس ليس انفورميشن كمان السبارس موجود. هاي عن طريق شيء اسمه لايرنج تكنيك. لايرنج تكنيك هي عباره عن شيء فورماتنج تكنيك موجود خلينا نحكي في ال HTML او الجافا سكريبت، بحيث انه انا المعلومه اذا كنت بدي مور انفورميشن عنها ما عندي، فانا بس بعمل كليك فبتصير بتعمل عمليه اكسباندنج. وهي بتكون يعني عن طريق الالكترونيك برزنتيشن، احنا نسميها اللايرنج. اذا انا لا بعرف هاي الانفورميشن فخلص انا بعمل سكيب وبضل بقرا بشكل طبيعي جدا. هون في هذا الاكزامبل، هاي اكزامبل على لايرنج تكنيك، هاي هي التاسك. هلا هون في زي عاملين هايبر تكست لينك، هذا اللينك اذا انا ما بدي يعني انا عارف كل شيء فيه فما فيش داعي اني خلينا نحكي انه بدخل فيه وباخذ مور انفورميشن، بضل بقرا عادي فما بيأثر، ما بيأثر على تسلسل القراءه بالنسبه لي. لكن اذا كنت انا لا في عندي شيء ميسنج بحاجه لمور انفورميشن، بس بعمل كليك بعمل اكسباند لحاله. في هاي الحاله انه ايش بيعمل؟ لما بيعمل اكسباند لحاله بيصير عندي خلينا نحكي اكسترا انفورميشن. فهون كانت سبارس لكن عن طريق اللايرنج تكنيك، اول ما بعمل كليك بتصير هون عندي عباره عن لايرنج تكنيك، سوري عباره عن ريتشلي بروسيجر، وهون كانت عباره عن سبارس بروسيجر. هلا شو هي الديتيل اللي ممكن احنا بنحطها بحيث انه يكون البروسيجر عندنا عباره عن ريتشلي بروسيجر؟ مثل ما حكينا سكرين شوتس طبعا از فيري امبورتنت. سكرين شوتس احنا بنستخدمهم لاكثر من شغله، ممكن عشان بنبين المين يوزر انترفيس، بنبين البارت ستات الانترفيس، ممكن حتى بنبين الريزلتس، ممكن حتى بنبين الوارنينج، ممكن حتى نعمل اكسبلانيشن لسمثينج مثلا. فلها كثير استخدامات وضروري جدا، وحكينا قبل انه سكرين شوت از فيري امبورتنت، حتى انه انت بتخلي اليوزر اب تو ديتد انه بكل ستيبز هو عم بيعملها، انه هل السكرينز اللي طلعت عنده هي فعلا نفس السكرين اللي لازم تطلع عنده او لا. بينما لو انه انا بس عم بحكي عم بكتب له كتاب او بحكي له حكي without screens، ممكن انه اليوزر بيضيع وهو مو عارف انه هو هل هو in the right way or not. هلا من الاشياء الكوشنز اند وورنينج، حكينا قبل شوي من الاشياء اللي لازم نحاول الكوشنز اللي لازم نجاوب عليها في كل تاسك او في كل lessons او procedure، نشو الورنينجز اللي ممكن اليوزرز بيمر فيها، بحيث انه احنا راح نكتبهم بهيك كبوكسز كوشنز او وورنينج او حسب. طبعا هون طبيعه الالابوريشن، احنا نسميهم هذول الالابوريشن، طبيعه الالابوريشن بتعتمد على طبيعه السوفت وير. يعني مثلا في البروجرامينج انه مثلا في عندي سنتاكس ايرور، في عندي لوجيك ايرور، في عندي وورنينج، في خلينا نحكي اكسبلانيشنز. فكل سوفت وير له اشياء معينه ممكن انه انا بزودها. اوكي هاي من الاشياء اللي يعني تعتبر از فيري امبورتنت ومهمه كثير. الاشياء اللي جدا مهمه النوتس والتب. طبعا النوتس والتب احنا ممكن نشوفهم كثير، نوتس والتب اللي هي زي انه خلينا نحكي اكسترا انفورميشن، بحيث انه اليوزر بيصير بروفيشنال اكثر، بيكون انه تيبس انه انا بنبهه لشغله، ممكن احضره من شغله انه مثلا ميك شور انه البرينتر مثلا شغاله، انه اتاكد انه السوفت وير الفلاني اوريدي مثلا كذا، انه انت كونكتد تو ذا انترنت. تيبس انه مثلا باجي بحكي له انه بتعرف لو انت عملت كذا مع هذا اللسون، او عملت كليك على الشغله الفلانيه، او عملت كذا، او ضفت اللاين اوف كود بهاي الطريقه، او لو انه انت شلت مثلا هذا الرقم وحطيت بداله كذا تعرف ايش حيصير، حيصير عندنا كذا كذا والى اخره. طبعا هاي كمان اوريدي بتعتمدها اكزامبل عنه، طبعا بتكون ببوكسز، تعتمد كمان اعتمادا على السوفت وير نفسه ايش الاشياء اللي ممكن انه بيكون اوريدي موجود فيها. من الاشياء اللي كثير مهمه كمان التيبلز. طبعا التيبلز حكينا انه هي احنا بنحط فيها
إذا كان في عندي option أو extra information، معلومات ممكن تكون numerical information أو text information. يعني على سبيل المثال أنا عم بشرح عن save as، وإنه في خيارات إنه اليوزر كيف ممكن بيسيف، فأنا بدي أحكي له شو أنواع الايمجز. نفترض في الفوتوشوب كيف في عندي JPG، في عندي PNG، في إلى آخره. فأنا هون بدي أشرح له عن كل نوع إيش هو مثلا، وإيش الديسكريبشنز تاعه، إنه متى مثلا بيفيده. أوكي، هلا ممكن اذا كان اليوزر في عنده اكثر من اوبشن، على سبيل المثال خيار انه بيعمل ستيبس معينه، فبدل ما انا اضل احطهم في بوليت، الارتب والافضل وتعمل سيف حتى للسبيسز وشكل افضل وارتب، وبيعطي هيك خلينا نحكي انه لوك جمالي كمان للبروسيجر، انه انا بحطهم اوريدي كمان في ضمن تيبل. طبعا الريفرنسز عاده باخر اي لسونز احنا نحط فور مور انفورميشن، طبعا انت سميهم بالشيء اللي انت بدك اياه، ممكن يكون for more information، ممكن يكون additional references، ممكن مثلا references الشيء. فانا ممكن او مثلا بوجهه للنكست lesson، انه what I should read مثلا after this lesson، فانه ممكن بيشوف انه ايش الاشياء اللي ممكن يقراها، حتى انه لانه حكينا احنا دورنا هون في البروسيجر احنا guidance، يعني احنا عم بنعمل عمليه الجايدنس كامله، فانا هذا يعني هون انا عم بوجه، فبالتالي انا هاي الاشياء لازم احطها. من الاشياء الاكسبلانيشن، طبعا الاكسبلانيشن زي ما حكينا انه في ريزلت معينه طلعت معه، فانا بدي افسر له ليه طلع مع هذا الريزلت، عشان بيكون هو از لوجيك فاهم. خلينا نحكي يعني انا مثلا لما اعمل فور لوب وبتصير عندي انفينيت، انا بدي افهم الستودنت هون انه صارت انفينيت لانه كذا كذا كذا، فبصير اشرح له انه كيف الكومبايلر عم بيعمل، او مثلا انه كيف بدك تعمل ليه طلعت هاي الريزلت، لانه في عندك ريسبوندينج معين للسيستم، السيستم استجاب بهاي الطريقه، شاف هذا الموضوع بهاي الطريقه. كمان في من الاشياء اللي ممكن احنا بنحكي عنها الكونكلوجن، مثلا ممكن انا اعطي كونكلوجن في النهايه، بعمل له سمري هيك انه شو الاشياء اللي انت اوريدي تعلمتها، او برجع بركز على المين اوبجكتيف. ممكن اعمل زي اساينمنتس، ممكن اعطي انه اكزامبلز، ممكن اعطي انه زي كويز، بوب اب كويز، انه يعني اذا انت بدك تشوف نفسك انه انت هل فعلا تعلمت هذا الاشي او لا. ممكن ديفينيشن، انه انا مثلا في كونسبتس معين ممكن اليوزر ما بيعرفها، فاحتياطا انا بحطها هيك باشياء لحالها. وحكينا انه هاي الاشياء كلياتها احنا هاي نسميها الابوريشن، بتعتمد في النهايه على السوفت وير نفسه. كل سوفت وير له طبيعه انفورميشن مختلفه تماما عن السوفت وير الاخر، لكن هذول اللي انا عم بحكي معهم عنهم اللي هلا انا ذكرتهم اجمالا كل السوفت ويرز بتشترك فيهم ان جنرال. اوكي، هلا جايد لاين نمبر 3، تشوز ذا ابروبريت بروسيجرال فورمات. وهون بدنا نركز في التوتوريال، كان انه بدنا نختار التوتوريال تايب، فكان في انواع زي جايد تور، جايد اكسبلوريشن، كويك ستارت، انستركشن مانيوالز، ديمونستريشن الى اخره. لكن هون ما عندي انواع، هون كلهم عم بيشتغلوا بنفس الطريقه، ولكن طريقه الكتابه هي فقط اللي بتختلف. طريقه الكتابه احنا نسميها ببساطه الفورمات. فورمات هي طريقه عرض الانفورميشن كيف راح تكون. في عنا اربع طرق او فور فورمات للبروسيجر. في عنا الستاندرد، اوكي، اللي احنا كلياتنا بنعرفه. في عنا البارلل، عنا البروز، وعنا الامبيدد. وهون بدنا نأكد انه احنا هون ما عندنا انواع، هون كل البروسيجرز راح تحتوي على نفس المعلومات، ولكن ايش هو الفورمات المناسب، فورمات مقصود فيه طريقة الكتابة. يعني زي مثلا سؤال انا ممكن اكتبه مرة اسي، ونفس السؤال ممكن اكتبه بطريقة المالتيبل تشويس او الترو فولس او كذا، فانا بدي اختار شو الفورمات المناسب لنفس الكويستشن، نفس الكويستشن لكن انا عم بغير الفورمات تاعه، لكن ما اختلفت الانفورميشن نهائيا، هون نفس الاشي. هلا اول بوينت الستاندرد فورمات. الستاندرد فورمات اللي هي الفورمات الاساسي اللي كنا بنكتبه في التاسك ديسكريبشن، انه انا عندي انترودكشن، بعد الانترودكشن هاي بيجي عندي الستبز مرقمين، بعد الستب بيكون في عندي كونكلوجن ببساطه. فهون عنا بحكي لك في انترودكشن، في ستبز، يكون في عندي الالابوريشن بارتس بتكون على الجنب اللي هي زي نوت سكرينز الى اخره، يكون في عندي اوبشن، وبتكون الستبز ببساطه مرقمين هنا نمبر سيكونس، وانه انت بتكون من فيرست ستيب تو ذا لاست ستيب. وعاده احنا ان جنرال وراح نشرحها البروسيجر احنا بنعمله
لنفترض انه هاي هي الصفحة، بنعمله تو كولوم. الكولوم هاد بنكون حاطين فيه الالابوريشن بارتس بهذا الشكل، نوت تيب وورنينج الى اخره. وهذا الكولوم بيكون فيه المين انفورميشن، يعني هون التاسك نيم، هون الانترودكشن، هون الستيبس بهذا الشكل، وبعدين اخر شيء الكونكلوجن. فالستاندرد فورمات هو الفورمات العادي. هلا شو الادفانتج له؟ انه اول شيء كل الناس او كل اليوزرز متعود عليه، فعليا احنا كلياتنا متعودين على الستاندرد فورمات، وهو يمكن اكثر فورمات مناسب خاصه من الستودنت. راح تلاحظوا انه دائما الستودنت يستخدموا معهم الستاندرد فورمات في التعليم، لانه هو ببساطه الاسهل، يعني ما في داعي انه هو بيكون عنده معاناه انه عشان ياخذ عليه او بتعود انه كيف راح يقرا الانفورميشن. easy to flow from one page to another، يعني انا مثلا هون في الصفحه هاي وصلت للستيب رقم 5، فخلص انا متذكر انه انا وصلت للستيب رقم 5. لما اجي بقلب الصفحه بعرف انه انا في ستيب رقم 6 عم تستناني. فتتبع الانفورميشن او الستيبز من ستيبز لستيب واضحه جدا. easy to remember and test زي ما حكينا، لانه مرقم، في عندي ترقيم، انا عم بمشي على ترقيم. بالاضافه انا ببساطه من دون ما اقرا التاسك كامله، انا اول ما اطلع على التاسك بميز كم ستيبز عندي، وبميز انه هاي الستيب سمبل او كومبلكس، فبكون انا في عندي قدره اني اشوف الستيبز. هلا لكن كل شيء بالحياه له ادفانتج وله ديس ادفانتج. طب ايش الديس ادفانتج هون عندنا؟ الديس ادفانتج للستاندرد فورمات، اذا كانت التاسك فيري سمبل هي فعليا راح تاخذ سبيس، هي راح تاخذ سبيس، ممكن التاسك بتكون بس خطوتين زي اكزيت. انا مضطر اكتب لها تاسك نيم، مضطر اكتب لها انترودكشن وستيب 1 وستيب 2 كونكلوجن، فهي اتليست راح تاخذ عندي 1 بيج كاملة. بالاضافة انه ممكن هاي الستيب تكون فيري سمبل وهاي الستيب تكون فيري كومبلكس، فبتصير انا عندي ميكس مع الكومبلكس ستيب، سوري هاي مع السمبل، مع السمبل ستيب، فانا بصير عم بلخبط او بصير في عندي زي امبيجويتي ما بين انه هاي سمبل وهاي كومبلكس ستيب. هاي ان جنرال ستاندرد فورمات. لكن الستاندرد فورمات زي ما حكينا هو الفورمات اللي احنا اوريدي متعودين عليه واحنا متعارف عليه، يعني الفورمات العادي زي كيف لما كنا نكتب التاسك ديسكريبشن للستبس نفس الشيء، لكن هون في عندي انترودكشن تاسك نيم، واخر شيء بيكون في عندنا كونكلوجن، وعلى الجهه هاي بيكون في عندي الكولومز اللي فيه المين بارتس او الالابوريشن بارت. النوع الثاني اسمه البروز فورمات. البروز فورمات ببساطه هو اللي بيعتمد على سنتنسز اند باراجراف. يعني هون لاحظوا الستاندرد فورمات كان بيعتمد على الستبس، ستبس وخطوات. هون ما عندي ستبس، هون انا عم بحكي بطريقة زي كأني عم بحكي حكي، يعني زي كيف حدا عم بيرن علي على التليفون بحكي لي كيف بدي اعمل هاي الشغلة، يعني بحكي له انه روح على اوبن بعدين اختار فايل بعدين اختار كذا بعدين راح تطلع لك دايلك بوكس بتعبي الانفورميشن وبعدين وافتر ذات والى اخره، فبيكون حكي. فبالتالي انه انا الانستركشن ما بتكون ستيبس، عباره عن ايش؟ انا عم بكتبها بطريقه سنتنسز اند باراجراف زي ستوري. فما بستخدم الكوماند اورينتد. الكوماند اورينتد وين كنا عم نستخدمه؟ كنا عم نستخدمه في الستاندرد. اوكي، الستاندرد كنا عم بنرقم، هون ما في ترقيم، هون فعليا الخطوه عم بتضيع جوا الباراجراف. هذا الفورمات بيعتمد على السنتنسز، طريقة كتابة زي كأنها ستوري. وحكينا الستاندرد كان بيعتمد على الكوماند فيرب، كل ستيب دائما بتبلش بكوماند فيرب، سيلكت كليك انتر الى اخره. هون لا، هون في عندي زي كأنه الستيبز عم بربطها بجمل ربط باللغة الانجليزية. هلا عادة هاي الطريقة احنا نفضلها للاشي اللي يكون سمبل، يعني عادة تستخدم مع اذا كانت السوفت وير نفسها فري سمبل زي الواتساب مثلا، زي ايش في عنا اشي سمبل، اشي سمبل كثير زي ديكشنري فور اكزامبل بيكون ابلكيشن على الموبايل، او اذا كانت التاسك نفسها فري سمبل. هلا كيف طيب بدي اخلي اليوزر بيميز كم ستيب؟ بحكي لك ببساطه الكوماند فيرب اعملهم بولد او ايتاليك، او خلينا نحكي نستخدم السيمانتيك اورينتيشن، بدي اميزهم اعملهم احمر، بعملهم بولد، بلونهم بلون ثاني، بعملهم اندرلاين بالطريقه اللي انا بدي اياها. وعادة انه احنا لما يستخدم في الريفرنس لما يكون احنا عندنا ستيبز تكون مختصرة جدا. لكن طبعا هذا النوع في له خلينا نحكي ادفانتج اكيد، لكن في له ديس ادفانتج، رح ناخذ اكزامبل عليه هلا.
هلا بالنسبة للبروز لما نطلع شو الادفانتج وشو الديس ادفانتج. هلا الادفانتج اول نقطة حكينا انه هي بتعتمد السنتنس اند باراجراف اورينتد، يعني انه هي عم تعتمد على انه سنتنسز وانه بيكون في ادوات ربط ما بين الجمل، فبالتالي هي بتستخدم الكونفرزيشنال او ريلاكس تونز. يعني خلينا نحكي الناس اللي بتحب طريقة زي كيف مبدأ الستوريز راح تكون جدا مناسبة لهم. البوينت الثاني لما تكون تاسك از فيري سمبل، لانها بما انها باراجراف هي راح تحافظ لي على السبيس، يعني راح تكون انه ما عم تاخذ شيء كبير، بينما الستاندرد انه كل ستيبز لازم يكون لها رقم، بيكون سكرينز تحتها الى اخره، فهاي راح تاخذ سبيس. اذا كانت التاسك از فيري سمبل مباشره حتبين معك انها سمبل، انا ما حتاخذ نهائيا هنحكي انه باراجراف كثيره، يعني ممكن تكون 2 لاينز 1 لاين الى اخره. طبعا هاي بتناسب الناس اللي يعتبروا اكسبرت، الاكسبرت لانهم ما بدهم مور ديتيل، ما بيكونوا بيحبوا خلص بيقراوا على طول من دون ترقيم وكذا وكل شيء مفصل بشكل كثير كبير. لكن الديس ادفانتج اول بوينت انه انا الستيبس راح تضيع بين الفقرات، هاي اول شغله. فبيوريز ذا ستيبس، بيورايز ذا ستيبس ان ذا باراجراف. النقطه الثانيه طبعا هاي معنى هدف انها بتضيع او بتنطوي او بتضيع، تمام. هلا بالاضافه اذا كان اليوزر هذا نوفيس وهو ما عنده اي باك جراوند، نهائيا هاي الطريقه ما بتناسبه لانه هو راح يضيع فيها وما بيعرف كيف يقرا. بالاضافه انه الاوبشنز راح تضيع كمان مع مين؟ مع الستبس. بالاضافه انه انا ما بقدر احط سكرينز لكل ستيب او جرافيكس لكل ستيبس، لانه ببساطه انه انا عم بستخدم سنتنسز او باراجراف، فما راح تكون نهائيا مناسبه ابدا بالبروز فورمات. هلا هون اكزامبل، يعني خلينا نطلع على الان انستول. طبعا انسوا انه هون هي مش تاسك اورينتد ابدا، يعني هي المفروض هاو تو ان انستول دو بي دي اف ابلكيشن. بغض النظر عن الابلكيشن لاحظوا كيف عم بس، طبعا المفروض هون في انتدكشن باراجراف، جو تو ذا دو بي دي اف ابلكيشن جروب، بعدين هون بحكي له من وين بيجي، من الويندوز ستارت الى اخره، ان انستول اند كليك، اند لاحظوا اند كليك ان انستول. فلاحظوا هون عمل عشان يميز الاشياء الاساسيه عملها بولد، او ممكن تلونهم تعملهم اندرلاين، المهم تستخدم السيماتيك اورينتيشن. لاحظوا الاوبشن كيف انكتبت، يو كان اولسو، هاي اوبشن. هلا لحدا نوفيس او حدا مش متعود بيضيع، يو كان ان انستول الابلكيشن من اد اور ريموف بروجرام الى اخره. لاحظوا ما في ولا سكرين، حتى لو كان في سكرين صعب جدا اني انا احطهم او اني احطهم هون مثلا واصير ارقم فيهم ترقيم، راح تكون شيء مزعج جدا لليوزر انه كيف راح يركز فيما بينهم. فنلاحظ انه الخطوات ضايعه، لكن الادفانتج يعني لاحظوا هون مباشره التاسك هاي مباشره بينت معي سطر ونص، فانا اول ما اطلع عليها بعرف انه هي فيري سمبل، بالاضافه انه هي عملت سيف للسبيس، ما اخذت سبيس طويل. اوكي النوع الثالث من انواع الفورمات هو البارلل فورمات. البارلل فورمات من اسمه بارلل، ايش يعني بارلل؟ يعني راح اكون انا هون حاط السكرين، تمام، وهون التعليمات. طب ايش هاي السكرين فيها؟ السكرين عادة او البارلل فورمات عادة يستخدم في حالة واحدة فقط، لما يكون في عندي فورم او دايركت بوكسز كثير انا بدي اعبيهم، لما تكون complicated data fields او انه انا بدي اعبي فورم معين. يعني هون انا مثلا نفترض في فورم تسجيل يوزر نيم اي دي باسورد، في مليون شغله، نيم لاست نيم كريدت كارد الى اخره. ففي عندي انا هون مجموعه من التكست بوكسز، انا بدي اعلم اليوزر كيف بيعبيها، كيف بدي يعمل ساين اب لايميل، كيف يسجل في الجامعه، كيف يعبي فيزا ابلكيشن، كيف مثلا بحجز تيكت الى اخره. المهم انه انا التاسك هاي بيكون فيها انفورميشنز كثيره، وبالاخير بيكون مثلا في سند او بوست او لوجن او وات ايفر، تمام. هلا ايش حيصير؟ حيصير انه احنا راح نعبي ان بارلل. ايش يعني ان بارلل؟ يعني بالبدايه انا بدي هون على كل سكرين ايتم بهذا الشكل، تمام، بحط 1 برقم 2 3 وهكذا 4 5 الى اخره. طيب وبعدين هلا هون راح يكون في عندي تاسك نيم عادي، وراح يكون في عندي انترودكشن عادي، وبعدها باجي هون بحط انفورميشن اليوزر انه الطريقه اللي احنا او الفورمات اللي احنا نتبعه في هذا البروسيجر اللي هي طريقه البارلل، فراح يكون في كل سكرين ايتم بيقابله الديسكريبشنز تاعه.
فباجي هون في رقم 1 هون 1. فباجي هون 1 ايش معناها؟ معناها انتر ذا يوزر نيم. فباجي بحكي له انتر يور يوزر نيم مع اكزامبل 2 مثلا يور مثلا ديبارتمنت انتر يور ديبارتمنت نيم مع اكزامبل 3 انتر كذا وهكذا, بحيث انه كل فيلد تمام بيكون في له رقم. وهون في المقابل, لاحظوا بارلل ايش يعني بارلل؟ يعني بمقابله بحاول اني انا بجيبهم بنفس الصفحه يعني تمام, بيكون في عندي ديسكريبشن تبعه. هلا شو الدايركشن حتى انه انا بعمل البارلل فورمات بطريقه ممتازه؟ اول نقطه discuss one screen item at a time زي ما حكينا, ما بصير انا بعمل هيك اكثر من سكرين باجي بحكي له عبي البيرسونال انفورميشن, لا هاي غلط. انا هون نيم, هون اي دي, هون موبايل نمبر, هون كذا, هون كذا الى اخره. النقطة الثانية يوز بلنتي اوف اكزامبلز, يعني مثلا باجي احكي له انتر يور يوزر نيم بعدين مثلا اف ام كذا, بعدين هون مثلا بحكي له مثلا انتر يور تليفون نمبر, بعدين باجي بحكي له انه اليوزر ممكن ما بيعرف كيف راح يعبي التليفون نمبر, هل بده مثلا الكود تاع مثلا الكونتري ولا انه دايركت 079 الى اخره. مثلا دخل انتر يور ايميل اكزامبل مثلا اف ام ادجست الى اخره. فانا هون بعطي اكزامبلز عشان اليوزر يعني ما بيلخبط انه هو ايش اللي لازم بيعبيه تمام. introduce the id and explain the convention used, زي ما حكينا هون انه انا بحكي للاي دي انه كل سكرين ايتم از مثلا explained by النمبر اللي بيكون مقابل لها. فكل يعني هون نمبر 1 هي عم تشرح نمبر 1, هون 2 معناها عم تشرح نمبر 2 هون. View the terms to the screens بحيث انه نحاول قدر الامكان كل وحده بيكون شرحها دايركت لها او برلل معها. Keep the terminology consistent, the terminology consistent مثلا نفترض form student, فباجي بحكي student name, student id, student number, student department, student faculty, student كذا, student الى اخره. ما باجي كل مره بستخدم concepts مختلف, لازم تكون هيك في خلينا نحكي في رتم معين فيما بينهم. اوكي طبعا بدنا نتذكر انه هذا ما بنفع الا للبارلل فورمات فقط, سوري الا البارلل ما بزبط الا للكومبليكيتد داتا فيلدز او انه كيف اعبي فورم. هلا البارلل فيه ادفانتج اكيد وفيه ديس ادفانتج. من الادفانتج كان هيلب ذا يوزر ستي اورجنايزد, في تنظيم لانه كل سكرين ايتم او كل فيلدز في بيقابله شرح له. ورك بيست وذ ذا شورتر بروسيجر, لما يكون الفورم عندي شوي بسيط يعني is very good لانه انا يعني رح يكونوا بنفس الصفحه وهي اهم نقطه. good for طبعا جدا يعني افضل طريقه للcomplicated screens او الcomplicated form انه انا بستخدم البارلل فورمات. هلا disadvantage انه فعليا هو مش task oriented. ليش مش task oriented؟ انه هو ما عم بمشي step by step, هي الانفورميشن عم تمشي حسب حسب الفيلدز كيف هي موجوده في السكرين. ما بقدر استخدمه لكل البروسيجر, انا ما بقدر استخدمه الا مثلا ما بقدر استخدمه الا اذا كان في ديالوج بوكس او اذا كان في فورم. يعني مثلا البرنت بقدر استخدمه في البرنت مثلا, انه البرنت بكل انواعه بقدر, سيف از ممكن استخدمه في السيف از بجزئيه معينه طبعا. يعني احنا البروسيجر مش ضروري يكون دائما وان فورمات, يعني ممكن انا يكون عندي وان لسون بمشي فيه بشكل عام على الستاندرد, بتيجي ستيب شوي معقده بعمل لها بارلل فورمات, تكون في سكرين انه انا بصير بدخل فيها ببارلل فورمات. has to fit on one page, انه احيانا عشان يضل اليوزر مركز بدي احاول اني اشرح كل شيء بنفس الصفحه عشان اليوزر ما بيصير بقلب الصفحه, يعني بصير يعني هاي ممكن تصير عندي انه confusing ما بين انه lost moving between the steps and screen, يعني ممكن انه بده يضل مركز بالسكرين وبالشرح بالسكرين وبالشرح وهكذا. ففي لها ادفانتج بالاضافه انه في لها ديس ادفانتج اكيد. رابع نوع هو الامبيدد هيلب. الامبيدد هيلب طبعا او الانتراكتيف اسيستنت احنا ما بنقدر نعملها, هي بتكون عاده بتكون اشي دايناميك, يعني البرمجيه نفسها بتكون اوريدي عمليتها. اكزامبل عليها لما اكون انا مثلا في الباوربوينت وباجي بعمل بالماوس فوق مثلا كلمه اد سلايدز, فمباشره بيطلع عندي بوب اب هيك بوكس صغير بيكون بحكي لي انه add a slides مع الشورت كات مع definitions لإله. ال embedded help لها أنواع, في عنا ال fly out help. ال fly out help بتكون إنه في معلومة بتبين في بوكس معين
بحيث انه لما اليوزر بيعمل ريكوست لها، يعني زي على سبيل المثال لما اعمل F1 بتطلع لي فمباشره بتبين عندي هاي الانفورميشن. هلا هي امبيدد هيلب هي انه شيء دايناميك هيلب، يعني انه انت معلومه بدك اياها بتجيك اللحظه اللي انت بدك اياها. الانترفيس هيلب زي ما حكينا زي قبل شوي، انترفيس هيلب لما تكون المين انترفيس، لما احط انا الماوس بعمل له هوفرنج على اي بوينت مثلا موجوده مباشره بيبين عندي ايش، بيبين عندي مثلا انه انفورميشنز معينه او مختصر عنها انه كيف ممكن تنعمل او ايش هي. البوب اب ديفينيشن انه بيكون في عندي بتظهر ديفينيشنز معينه على كل وحده، لما انا بعمل كليك على كل شغله ممكن بيعطيني بوب اب ديفينيشنز عن هذا الاشي. اكزامبل على الامبيدد هيلب كمان الانتليسانس، يعني زي مثلا لما انا مثلا بشتغل في السي شارب او البايثون وباجي مثلا بكتب اسم ميثود او اسم اوبجكت بعمل دوت، اول ما اعمل دوت مباشره بتصير في عندي بتطلع كل الميثود، اول ما اكتب اسم الميثود بارنتيسيز مباشره بعطيني ديفينيشن عن هذا الميثود وعن السيجنتشر تاعه. وهي كلها اكزامبل على الامبيدد هيلب، هي الاشياء اللي بتجينا خلينا نحكي في وقت الحاجه لها، بتكون عاده دايناميك وعشان هيك سموها انتراكتيف. انتراكتيف لان هي دايناميك مش كلام فقط، هي مش استاتيك، يعني هي بتكون مش انت بتعمل سيرش عليها، يعني مثلا هي بتجيك وقت الحاجه. اخر جايد لاين عندنا فولو ريثم اوف اكسبوزيشن. ريثم اوف اكسبوزيشن انه دائما عندي باترن اوف ستيبس النوت والالستريشنز. احنا ببساطه انه لما انا بعطي اي ستيب بجي بحكي ستيب نمبر 1 بتكون مثلا انه في اكشن معين اليوزر مثلا عمل كليك على اوبن من الفايل منيو، اول ما بيعمل سيلكت للاوبن من الفايل منيو السيستم مباشره راح يعمل ريسبونس انه بيطلع له الاوبن دايلوج بوكس، تمام؟ فالكمبيوتر بروجرام بعمل انا اكشن هو بيستجيب، بعمل ريسبونس انا بعمل اكشن هو بيستجيب. فدائما انه احنا لما بنعمل اي ستيب بدنا نحاول انه نركز انه انا بعطي الكوماند اللي اليوزر راح يعمل يستخدمها مباشره، لازم احكي له كيف البروجرام ممكن بيعمل ريسبونس لهاي الكوماندز عن طريق انه يطلع له ديالوج بوكس انه بيعمل اشي معين، انه بيعمل اشي اكتف او انيبلز، وبعمل اكسبلينيشن. لاحظوا هون هاي اضافيه بالتوتوريال ما كانت موجوده، لازم اعمل الستريت او الابوريشن او اكسبلينيشن انه شو الاشي اللي صار وليه صار بهاي الطريقه، وبعدها بنتقل للنكست ستيب وهكذا. طبعا اكيد موضوع التستنج دائما موجود، تيست اول ذا بروسيجر فور اكيوريسي. احنا هون بدنا نعمل ايفالويشن تيست، طبعا التيست نفس مبدا التيست اللي موجود اوريدي في التوتوريال، نعمل يوزابيليتي تيستينج. اليوزابيليتي تيستينج اذا بتتذكروا حكينا كل لسن بده يكون في عنده استيميتد تايم، فانا باخذ الاستيميتد تايم بجيب اليوزرز في لاب بيكونوا فعليا اكتوال يوزر، اذا ما كان في عندي اكتوال يوزر بعمل سيميوليشنز ليوزر او موك اب ليوزر، بخلي حالي يوزر مثلا، وبعدها بحاول انه قديش ممكن هاي التاسك بتاخذ معي. ممكن انا التيستينج بركز على التايم انه قديش اخذت مني تايم، هل نفس التايم المتوقع، بناخذ الافرج. اذا كان التايم طويل معناه انه في عندي اشي غلط، ممكن طريقة الكتابة شوي سيئة، ممكن انا مش موضح مش معطي ديتيل. المهم بندور على ايش البروبلمز كانت بالضبط، وممكن انه احنا بنصير بنشوف انه عدد الايرورز، يعني كم مرة ممكن اليوزر بغلط او بيعيد نفس الستبس. فدائما في خلينا نحكي نمبر اوف ايرور هو مقبول اكسبتد، اذا صار اكثر من هيك راح يكون خلينا نحكي انه نوت اكسبتبل، فاحنا بدنا نشوف ايش الاشياء اللي احنا اوريدي بنركز عليها.